موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين نسبوك فيما جئتهم به من عند ربك إلى الكذب، أي خلق أشد تعديا وأوضعه بقيله في وأوضع بقيله في غير موضعه ممن اختلق على الله كذبا. أنت مطبوع، أي خلق أشر بعدنا؟ قال: وهو كلام ساخط جدا. هذا الكلام ليس صحيحا، وهو خلاف المخطوطة: أي خلق أشد تعديا؟ إن أظلم الظلم هو التعدي للحدود، وضع الشيء في غير موضعه، كيف فسرها وقال: وأوضع لقيله في غير موضعه، وضع القول في غير موضعه، هذا أعظم الظلم وأشد الظلم. ممن اختلق على الله كذبا وافترى عليه باطلا أو كذب بآياته، يعني بحججه ورسله وآيات كتابه. يقول له جل ثناؤه: قل لهم ليس الذي أضفتموني إليه بأعجب من كذبكم على ربكم وافترائكم عليه وتكذيبكم بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. يقول: إنه لا ينجح الذين اجترموا الكفر في الدنيا يوم القيامة إذا لقوا ربهم ولا ينالون الفلاح. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال أبو جعفر، يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من دون الله
الذي، يعني هذا المعبود الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يقول: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتخبرون أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما؟ وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون، وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر. سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول تنزيها لله وعلو عما يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع، وافترائهم عليه الكذب. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ قال ابن جرير: معناه وتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه عن شركهم وكفرهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه المسألة العظيمة، وهي صرف العبادة لغير الله على سبيل الشفاعة من أجل أن تشفع لهم عند الله، هو أقدم شرك وأول شرك وقع على ظهر الأرض من بني آدم، بالغلو في الصالحين وظن أن هذه الآلهة تشفع عند الله. قد وصف الله كل من دونه بأنه لا يضر ولا ينفع. الآية وإن نزلت في مشركي قريش إلا أنها عامة في كل من يعبد غير الله ويزعم أنه يشفع له عند الله. وهذه هي القضية التي تعلق بها غلاة الأزمنة المتأخرة من المتصوفة والرافضة وأمثالهم ممن يدعون الأموات ويطلبون منهم قضاء الحاجات، كشف الكروبات وشفاء الأمراض والانتقام من الأعداء والأرزاق والإحياء والإماتة والانتقام من المخالف وغير ذلك مما يفعله الناس عند قبور الصالحين وغير الصالحين ممن اعتقدوا فيهم أنهم يشفعون لهم عند الله. طالما صرفوا لها العبادة لا ينفعهم قولهم أنها تشفع لنا عند الله،
لأن هذا القول يتضمن أنهم يقرون أن الله هو الذي يفعل وأن الله هو الذي يجيب، ولكن زعموا أنهم لا يصلح أن يدعوا الله عز وجل دون واسطة، وهم لم يجعلوا الأصنام والأوثان والقبور وأصحابها وسائط يطلبون منهم أن يدعوا الله، بل عبدوهم من دون الله أو مع الله، ولو اعتقدوا أن الله هو المقصود لكنهم صرفوا العبادة لغير الله. طالما صرفوا لها العبادة ولو زعموا أنها تشفع لهم عند الله فهذا هو الشرك الأكبر، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله، وهذا نص في أنهم طالما عبدوها فقد أشركوا، لأن الله قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وبين عز وجل أنها لا تضر ولا تنفع، لا تملك شيئا، وهذا ينطبق على كل من دون الله، لأن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فقول مشركي زماننا أن هذه الآيات نزلت في عباد الأوثان، ونحن إنما نطلب من الأولياء العلم، المشركون كانوا يطلبون من هذه الآلهة على أنها ترمز للملائكة، وأنتم تطلبون من القبور لأنها قبور الصالحين والملائكة أصلح الصالحين، فلماذا جعل الله دعاءهم وعبادتهم شركا مع أنهم يعبدون الله عز وجل في أنفسهم؟ لذلك ليست قضية أن الشخص المدعو صالح أو غير صالح، العبرة بأنه يدعى وتصرف له العبادة، يطلب منه قضاء ما لا يقضيه إلا الله، ويزعم صاحب ذلك أنه على سبيل التوسل. التوسل الذي فيه صرف العبادة لغير الله هو الشرك الأكبر. أما إذا طلب منهم أن يدعو الله له ولم يطلب منهم هم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فهذا باطل وذريعة إلى الشرك، لكن الصحيح أنه شرك منه. شرك أصغر، لأنه ذريعة إلى الأكبر، لأنه لم يصرف له العبادة. أما إذا ركع له، إذا سجد له، إذا دعاه، إذا طلب منه المدد، إذا طلب منه قضاء الحاجات وشفاء الأمراض وكشف الكروبات كما يفعل أهل الجهل والضلال والبدع والزندقة ممن علم حاله في هذا الباب، أي أعني أنه يطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات ممن لا يضره ولا ينفع، وهؤلاء زاد في أهل زماننا زاد أنهم يعتقدون أنهم يضرون وينفعون، والمشركون كانوا إذا وجهوا بذلك وبمن خلق وبمن يملك الضر والنفع ومن يدبر الأمر فيقولون الله، من يملك يقولون الله، أما هؤلاء ازدادوا ضلالا فنسبوا إلى هذه الأوثان القبور وغيرها، نسبوا إليها الملك والضر والنفع. هل إذن لا فرق بين من أشرك من هؤلاء وبين مشركي قريش؟ نقول الفرق الأساسي في ذلك أنهم لم يصرحوا بعبادتها، وكثير منهم جهل أن الدعاء عبادة،
وجهل أن النذر عبادة، وجهل أن طلب المدد عبادة. كما ذكرنا لا ينفعهم بعد إقامة الحجة عليهم أن يقولوا ذلك على سبيل الشفاعة، لأن هذا عين حجة المشركين. لكن القضية في أن هؤلاء مشركي قريش صرحوا بعبادة الآلهة وسموها آلهة، أما أهل زماننا فعامتهم لا يقولون نحن نعبد البدوي أو الدسوقي أو الحسين أو السيدة زينب، بل يقولون نحن نتشفع بهم، لكنهم بالحقيقة يعبدونهم لأنهم صرفوا لهم العبادة، الدعاء وطلب المدد قضاء الحاجات النذر. فهنا يحتاج الأمر إلى إقامة حجة. أما من صرح منهم لأننا نعبدهم، كما يصرح كثير من الشيعة أنهم يعبدون علي ويعبدون الحسين، حتى يسمون أطفالهم عبد الحسين والعياذ بالله، ويعبدون الأولياء، فهذا قد أشرك. قابلنا رجلا منذ يعني 40 أو 45 عام في مولد سيدي بشر، فقال أنا أعبد سيدي بشر وسأظل أعبد سيدي بشر، وهذا كفر ماخر عن الملة نوعا وعينا. صرح بعبادة غير الله عناد، مش عناد. اللي بيقول أنا أعبد غير الله خالص، بيقول أنا بعبد ذاتي بتوع وحدة الوجود، خلاص خرج من الملة، أعوذ بالله من ذلك. أما اللي يقول لا أنا لست أعبدهم، يتقال له بلى، ألستم تدعونهم من دون الله؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للعدي لما قال إنا لسنا نعبدهم، قال بلى، أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. يبقى هي عبادة في الحقيقة، بس يحتاج إلى أن يبين لها. لذلك قلنا أن الجاهل الذي يقول أنا لا أعبد هؤلاء وهؤلاء ليسوا آلهة، هذا فرق بينه وبين مشرك قريش. إذا وضح له بعد ذلك أنه أن الدعاء هو العبادة، وأن الله قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا وصلته هذه الحجج فقد قامت عليه الحجة، فلا ينفعه أن يقول إنا لسنا نعبدهم، نقول له بلى قد عبدتموهم حين صرفتم لهم العبادة. ومعنى قوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني إذا كان الله عز وجل لا يعلم أنهم يشفعون فهو معدوم، الشيء الذي لا يعلمه الله قائما وموجودا فهو إيه؟ معدوم، لأن الله عالم بإيه؟ بكل شيء. فإذا كان شيء لا يعلم الله أنه حق فهو إذن إيه؟ باطل. عشان كده ابن جرير فسرها بما لا يكون، لأن الشيء الذي لا يعلمه الله ليس بشيء، ليس موجودا، هو معدوم، ليس كائنا، لا حقيقة له، باطل. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.